ينفعش نبقى في مبابة وندور على زحمة في مبابة وما نجيش هنا. الأول جابتنا الريحة، وبعدين أجي من برة ألاقي الدنيا فاضية والدنيا ورايا ما شاء الله، زحمة من جوه مبابة على برة مبابة، أهالينا كلهم متجمعين ورايا. الريحة والتجميعة هنا عند حواشي ربيع، وعشان نعرف السر يعني إذا قدرت أقاوم الريحة، معانا الأستاذ وائل الربيع صاحب حواشي ربيع. أستاذ وائل، أولاً بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، الاسم يتحدث عن نفسه، ولكن إحنا ناس على الله، إحنا ناس بتوع أهالينا، بمعنى حضرتك على سوشيال ميديا يعني أنا مش ملاحقة، بس هنقول إن حضرتك ممول الصف وإن الناس بتجاملك. يا بي إحنا مش لاقيين مكان نقف نصور يا بي، اللهم بارك، مش لاقيين ترابيزة نقعد. الحمد لله الحمد لله. إيه السر؟ الحقيقة السر الحب، احنا بنحب بعض قوي الحمد لله. مين بنحب بعض؟ كلنا. أنتوا مين أنا بقى؟ أنا وإخواتي والعمال والحمد لله كلنا بنحب بعض. ده حواشي الربيع، ودي جزارة الربيع، وهنا فواكه لحوم الربيع. احكي لي حكايه عيله الربيع بقى من الاول في مبابه. الحاج ربيع. الحاج ربيع. اه. ومبابه. اه. هو الحاج ربيع اجتهد وربانا وكان مجتهد في شغله قوي يعني. تمام. يعني طول عمر الحاج جزار. تمام. فاحنا الحمد لله كان عندنا حواوشي من زمان من سنه 58 ومحل الجزاره قدامه فرن الحواوشي. الحاج ابتدى الجزاره. اه. وقدامها فرن الحواوشي. فرن الحواوشي. انتوا بقى كم اخ؟ تعليمكم ايه؟ يعني انت عمال تهزم علينا باكل واخلان علينا بالمعلومه. انا مش قادره اقاوم يا جماعه. ويعني اجتهدنا بقى عشان احنا قلنا يعني جوه مننا احنا عايزين ننجح يعني ونكبر اسم الربيع فوق كل ده، يعني قبل ده كله عايزين نكبر الاسم. انتوا كبرتوا ولاد اكبر جزار في امبابة. الحمد لله. وعنده فرن حوش. حوش الحج على حياه عينه وصل الكيان لحد فين لغايه دلوقتي؟ الحمد لله هو اللي بيجيب كل ده. حلو. الحمد لله. طيب مين اول واحد ابتدى يطور وابتدى بايه؟ اول واحد فيكم انتوا السته. مود اخويا. تمام. احنا بنعمل حواوشي وكل حاجه. حلو. مود اخويا بقى يعني اتفرغ للحواوشي، قال انا عايز اعمل حواوشي حلو. ليه بقى؟ هقول لحضرتك المنيو، الحواوشي دايما في اي مطعم في مصر في اخر المنيو. مود اخويا خلاه في اول المنيو. يعني مود اخويا اهتم بحته الحواوشي قوي. اقول لك الحواوشي لازم تحبه، بس هو اخر منيو تحت مع السلطه. طب احنا ليه ما نخلوش فوق؟ يعني ليه ما نعملش حواوشي الناس تحب الحواوشي، ناكل حواوشي الناس حواوشي بجد، لحمه بجد معموله صح. مسك الرغيف بتاعكم. ايوه. وعمل فيه حاجه. عدله بقى. عدل ايه؟ عدل الحواوشي. عمل فيه بقى، ظبط الرغيف الحواوشي، لو السمين شويه بقى احمر، التوابل بتاعته بيحطها بمقاديرها. يعني كل ده بقى ماشي وعمل افتكاسه بقى جديده هي اللي شجبت الشباب. ايه بقى؟ الحواوشي بالسجق. الحواوشي بالسجق ده هو اختراعه هو. انا لسه كنت هقول لحضرتك انا عارف عمل الحواوشي بالسجق ده اول مكان عمله، وبعد كده بقت الناس كله بقى بيعمل حواوشي. وبعدين تعملوا حواوشي بالبسطرمه مره. لا لا ما انا حواوشي بالجبنه والحاجات دي مش عارف نعمله. ليه بقى؟ هقول لحضرتك احنا بنقدم لحمه بلدي. حلو. انا لو حطيت لي الجبنه جوه الرغيف انا مش محتاج ان انا احط لك لحمه بلدي، انت هتاكلي جبنه. تمام. صح كده؟ ماشي. فانا عايزك تاكلي لغايه من اول ما الاول الحواوشي لغايه اخره حاسه بطعم اللحم. طيب اللي انا باكله ده كله من ذبحتكم؟ كله ده من محل الجزاره، سواء طواجن عكاوي كوارع كبده كل ده. هي فيها عكاوي كوارع. آه. طب ما كفايه كده بقى على الحواوشي واللاي. هو في حاجات تانية جايه بقى. حد موفر لنا كل ده واخويا بقى كبير هو اللي عنده. لا ثواني، احنا لسه في حماده والحواوشي. ماشي خلينا في حماده. فطور وابتدى يضيف الخلطه ويظبطها. ويظبط مقاديرها. ويظبط المقادير بتاعتها. هو يعني واحنا بقى بنكمل بعض بقى. احنا ولاد الحاج ربيع بنكمل بعض. تاني تطوير كان مين وايه؟ قلنا مودي. مودي طور رغيف الحواوشي وعمل رغيف حواوشي بالسجق، خلى رغيف الحواوشي في السجق ده الناس كلها علقت فيه. اللي بعده كده خلاص اطمنا على الحواوشي. اه. دخلنا ايه وراه؟ دخلنا بقى الطواجن. يعني الناس طلبت مننا ان نعمل حاجه مع الحواوشي. عملنا ورقه كبده ورقه لحمه، الناس كانت مبسوطه بيهم جدا. جدا. فيعني احنا مثلا ايه، في سبع صحاب جايين، في منهم ما بيحبش الكبده وفي منهم ما بيحبش الحواوشي وعايز طاجن وعايز شويه رز. قلنا نعمله. يعني قلنا نعمل الطاجن جنب الـ جنب الـ جنب رغيف الحواوشي. بصراحه عدى بقى رغيف الحواوشي وعدى عمل الطاجن عندنا عشان لحمه بلدي قوي.
وبعدين بنتقي ربنا فيه قوي. الشغل المظبوط بيفضل مظبوط. يعني تمسكي حته لحمه تاكليها بلدي، البصل بتاعها مسكر، ده هيفرق. ده اللي بيعجب الناس. تمام. ابتدت موضوع يوسع معاكم، ابتدت الناس تقول اسمكم، ابتدت تزيد من حواوشي لتطوير في الحواوشي لورقة لحمة لطواجن، ثم يعني ثم امبابة كلها هنا الحمد لله، ثم الجيزة كلها هنا الحمد لله، امبابة كلها اهالينا. ابتدى بشخص الربيع، الربيع وبقى عائلة الربيع اللي من ضمنها العمال. طب رشح لنا شخص يتكلم تاني معانا مع حضرتك. حج مودي بقى، حج مودي، حج مجدي. اما حج مجدي راكبه، حج مودي ماشي. فين الحج؟ حج مودي، حج مودي. ايوه ربيع. يا صباح الروايح. ايه كماله؟ كماله اروح فين تاني؟ حج مجدي السلام عليكم. خليها مودي بقى، ده احنا مودي. انا ما خدتش بالي من حج مجدي ده والله. حج مودي، احنا برنامج اسمه اهالينا. اهلا وسهلا. اهالينا ده بيتكلم عن اهالينا الناجحين. الحمد لله امبابه فيها ناجحين كتير. الحمد لله. بس الاول على الفصل ربيع. بفضل الله الحمد لله. احنا سالنا الحاج وائل، انت شايف النجاح ده سببه ايه؟ بابا يعني احنا بنراعي ربنا، هو ربنا فوق كل الموضوع. الفكره جات لي كنا انا بعمل رغيف اصلا ليا، يعني انا اللي شغل معلم النفس. بس عجبني قوي، بس شغلت بقى واحده واحده، كنت بعمله بالطلب بالطلب، يعني اقطع السوعين السجق على قد الرغيف. هو التعب من هنا بقى، تعبت في الموضوع ده فتره كبيره. اقنعت بقيه الاسره بيه ازاي؟ عشان اللي اقنعته بقى الجمهور لما ده هو اللي اقتنع بالموضوع. يعني هم اقتنعوا بالاقبال عليه بالطلب. طيب وبعده تاني طواجن، ورقه كبده، ورقه لحمه، لحد ما شاء الله وصلنا لصرف. كان كل يجي بقى عايز يزود، انا كل حاجه زودناها، يعني قعدنا فتره كبيره. حلو. يعني الحوشي قعد 5 سنين، كل حاجه دخلناها كنا عارفين ان شاء الله ندخلها امتى وهنعملها ازاي وهنحطها فين وايه معداتها وايه. ايوه ده اللي يعني الشغل، يعني ما اشتغلناش وخلاص. نقدر نقول شغل عيله بتشتغلوا مع بعض بيتعمل له خطه ماشيه ببركه ربنا ورضاه. ايوه بالظبط. صح 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 كده. ده مش الست اخوات بقى العمال، لسه كنت بقول للحاج وائل انا بتكلم معاهم قبل ما اروح له اصلا. بيتكلموا عن المكان من قلبهم، دول مش صناعيه. لما هم جايين هنا في المكان فعلا، يعني هم المكان كبر معاهم بيهم، يعني ما حدش جه عن منظر ده ولا واحد فيهم ما شاء الله. يعني كلهم كانوا موجودين معانا، اللي بيساعد نص ساعه ويمشي واللي يقف معايا ساعه ويروح. انا لقيت اللي بيقولي ده انا جاره. ده انا يا جدعان في ايه؟ هم فعلا فعلا مكانهم. لا ما انا امبابا بره فاضيه، نصها بتاكل ونصها بتشتغل، اللهم بارك. ايوه بالظبط والله. ولو ان الخلطه سبحان الله كل حاجه برزقها. ادينا سر كده لست البيت من اهالينا يمكن تحاول. حاج مودي عنده السر ده. اللي نجح قوي في البيت ان البصل اللي يعملوه يعصروه كويس، وما ينسوش يعني يحطوا سنه الدسامه، لان هم بيخافوا بقى ايه، يقول لك انا هعمل لحم حمرا عشان يبقى بتاع الشارع، ده اللي بيبوظ الرغيف. طيب لو قلنا نسبه وتناسب، لو الكيلو بيبقى قد ايه؟ يعني 15% مثلا، 15% 150 جرام مثلا على الكيلو، ولا قعدتوا 150؟ لا الكيلو، الكيلو عليه مثلا ايه 150 جرام. تمام. والخلطه نفسها هم بقى عارفين البصل والتوابل وكل حاجه، بس هو لازم البصل يتعسل.
منزل الميه بتاعته. اه لازم، هو ده اللي بيخليه بقى الوش يتحرق وينزل بقى طشطشه وما بيسووه في الفرن ويطلع محروق ومكرمش ومش باين ان هو حاوش. ونيجي ناكل عند الربيع. اه هو ده اللي بيبوظ الربيع، يفضلوا يديله بقى زيت ويتحرق وفي الاخر ويطلع رغيف ابيض ومش مستوي. ايه السر في طاجن الكوارع وطاجن العكاوي؟ المقاصي مش كل الناس بتحبها. اه ايه دول؟ البلدي، الكوارع بلدي والعكاوي البلدي. دول هم طعمهم حلو. يعني هم دول طعمهم حلو من غير اي حاجه، مفهومش ماشي افتكاسه. واحنا من فضل الله كل يوم، كل يوم احنا بنشوف، يعني كل يوم احنا اللي بنلم الحاجه ما شاء الله بايديكم. اه كل يوم. هو زمان ايام الوالد فعلا الحاجه هي اللي كانت بتعمل خلطه الحواشي ولا الوالد؟ لا الوالد. لا الوالد. اه لا الوالد جمع. اه انتوا اخواتنا واهالينا، لو طلبت منكم تدوا نصيحه لاهالينا اللي في سنكم، سواء الشباب دلوقتي نوعين، يا اما لا انا عايش في جلباب ابي انا مش هشتغل زي ابويا، يا اما هعيش على قفا ابويا، يا اما هو كفايه كده. ادوا نصيحه من عائله الربيع للشباب. يعني نقول له يحاول يسعى وما يأسش، وما يعني خلي طموحه يعني على قد على قد امكانياته. يعني ايه طموحه على قد امكانياته؟ يعني ما يبصش، ما يبصش لبعيد، يعني يفضل ناجح وحابب الحاجه اللي على قده دلوقتي ويفكر لها ان هي تنجح ازاي، مش يفكر ان هو عايز يبقى فوق كده على طول. النصيحه للشباب كلها حاول تنجح وتجتهد، عشان انت لما بتنجح وتجتهد في ناس بتفرح، ابوك امك اخواتك كل ما بيفرح، فانت حاول عايز تفرحهم انجح. الناس اللي حواليك بتفرح. الاستاذ مجدي الربيع، الاستاذ وائل الربيع، انتوا نموذج مشرف من اهالينا هنا الشباب. ربنا يخليك يا رب. انا ماسكه نفسي بالعافيه يا جماعه، والله العظيم الريحه فظيعه، اللهم بارك. الله يخليك. انتوا تستحقوا النجاح. الفرصة لا تأتي إلا لمن يستحقها، وأنتوا تستحقوها. الحمد لله. والدكم ساب لكم حاجة أنتوا طورتوها، شغلتوا دماغكم، تعلمتوا، طورتوا، عملتوا اسم، اشتغلتوا في صمت، ولذلك أنتوا تستحقوا إن إحنا من أهالينا نقول لكم شكراً على لسان أهالينا. إحنا اللي متشكرين متشكرين جدا. ربنا يخليك أسامة عطرة. لا لا احنا منورين بابا كلها والله. فعلاً نورتونا، ويا كل أهالينا شبابنا ناجحين واشتغلوا بايديهم وطوروا اللي باباهم عمله. اللي عايز يقابلنا بقى يجي لنا هنا بعد كده حوش الربيع، بتصوير من غير تصوير احنا بحوش الربيع. نورونا، شرفت بيكم يا سلمى. شرفنا، شكرا جزيلا.